بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السكارف الجميل ده بغرزة الجراني، رغم انه طريقته سهلة جدا الا انه بيدي شكل جميل زي ما انتم شايفين كده، فان شاء الله هنعمله مع بعض وهيبقى سهل جدا في تنفيذه. فيلا بينا مع بعض كده نبدأ ونشوف هنعمله ازاي، ونسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نعمل الدايرة السحرية، وهنرتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهنخش في نفس الدايرة السحرية دي وهنعمل عمودين، ادي واحد اتنين. بعد كده هرتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهدخل في نفس الدايرة دي وهعمل ثلاث أعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، وهقفل الدايرة يتكون عندي الشكل ده كده. بعد كده هرتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهدور الشغل، ومن نفس المكان اللي ارتفعت منه بالثلاث سلاسل هدخل واعمل عمودين تانيين، ادي العمود الاول العمود التاني. بعد كده ارتفع بسلسلة وهدخل في الفراغ اللي كان مكون من ثلاث سلاسل ده وهدخل واعمل ثلاث أعمدة، ادي العمود الاول اتنين تلاتة. بعد كده هرتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهدخل في نفس الفراغ وهعمل ثلاث أعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة. ارتفع بسلسلة وهدخل في الثلاث سلاسل ارتفاع اللي انا كنت ارتفعتهم وهعمل فيهم ثلاث أعمدة، ادي العمود الاول، وفي نفس المكان او في نفس السلسلة هعمل العمود الثاني العمود الثالث، هيتكون عندي الشكل ده كده. هرتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهدور الشغل، هدخل في نفس المكان اللي ارتفعت منه بالثلاث سلاسل وهدخل واعمل عمودين، ادي العمود الاول العمود الثاني. هرتفع بسلسلة وهدخل في اول فراغ يقابلني اللي كان مكون من سلسلة واحدة هدخل واعمل فيه تلات اعمدة، ده العمود الاول اتنين تلاتة. بعد كده هرتفع بسلسلة وهدخل في الفراغ اللي كان مكون من تلات سلاسل هدخل واعمل فيه تلات اعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة. ارتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهدخل في نفس الفراغ وهعمل ثلاث سلاسل ثلاث أعمدة تانيين، ادي واحد اتنين تلاتة. بعد كده هرتفع بسلسلة وهدخل في الفراغ اللي هيقابلني بعد كده اللي هو مكون من سلسلة واحدة وهدخل واعمل ثلاث أعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة. بعد كده هرتفع بسلسلة وهدخل في الثلاث سلاسل ارتفاع اللي انا كنت عملتهم وهعمل ثلاث أعمدة، ادي العمود الاول في نفس المكان هعمل العمود الثاني العمود الثالث، وهكرر نفس الحكاية هعمل ثلاث سلاسل وهدور الشغل
وفي نفس مكان ارتفاع السلاسل هعمل عمودين تانيين. ادي العمود الاول والعمود التاني، ارتفع بسلسلة وهدخل في اول فراغ يقابلني وهعمل تلات اعمدة. ادي العمود الاول، العمود التاني، العمود التالت. بعد كده هرتفع بسلسلة وهدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة. بعد كده هعمل سلسلة وهدخل في الفراغ اللي بعده اللي هو مكون من تلات سلاسل وهعمل فيه تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، وبعدين تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة. وفي نفس الفراغ هدخل واعمل تلات اعمدة تانية، واحد اتنين تلاتة، سلسلة وهدخل في الفراغ اللي بعده واعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة. وبنفس الطريقة هكمل. اما هوصل هنا هاجي عند التلات سلاسل ارتفاع اللي هم هنا وهدخل واعمل تلات اعمدة واعمل تلات سلاسل وادور الشغل واكمل بنفس الطريقة، وهرتفع بعدد من السطور باللون ده وهرجع لكم عشان هنغير اللون. الجزء اللي انا اشتغلته باللون ده بقى بالشكل ده، هدخل باللون التاني هعمل عقدة البداية هنا للون الجديد وهسحب من الورزتين دول وهشد الخيط وهرتفع بنفس الطريقة، هرتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وهدور الشغل. وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه بالثلاث سلاسل هعمل عمودين تانيين، واحد اتنين. ارتفع بسلسلة وهدخل في اول فراغ يقابلني هنا وهعمل تلات اعمدة. ادي العمود الاول، اتنين، تلاتة، سلسلة وهدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، سلسلة في اللي بعده وهعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، سلسلة الفراغ اللي بعده هعمل تلات اعمدة. ادي العمود التالت، سلسلة الفراغ اللي بعده تلات اعمدة، وهرتفع بسلسلة وهدخل في الفراغ المكون من تلات سلاسل ده وهعمل فيه تلات أعمدة، تلات سلاسل تلات أعمدة. ادي العمود الأول، العمود التاني، العمود التالت، وهرتفع بواحد اتنين تلاتة وهدخل في نفس الفراغ وهعمل تلات أعمدة تانيين. ادي العمود الأول، التاني، التالت، وهرتفع بسلسلة وهدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل التلات أعمدة، سلسلة فراغ اللي بعده تلات أعمدة، سلسلة فراغ اللي بعده تلات أعمدة برضو، سلسلة فراغ اللي بعده، واحد، العمود التاني، العمود التالت، وسلسلة، وفي آخر فراغ بعمل التلات أعمدة، واحد اتنين
تلاتة، ارتفع بالسلسلة، وهاجي هنا في تلات سلاسل الارتفاع اللي كنت عاملاهم، وهدخل واعمل تلات اعمدة. ادي العمود الاول، العمود الثاني، والعمود الثالث، وهرتفع بنفس الطريقة تلات سلاسل، وهدور الشغل واكمل بنفس الطريقة بالشكل ده. هرتفع عدد من السطور بنفس العدد اللي انا ارتفعته في اللون الابيض الاولاني. انا كنت عملت هنا 1 2 3 4 5 6، 6 سطور، هعمل برضو 6 سطور من اللون الموف ده، وهرجع لكم عشان نغير اللون. انا خلصت الست سطور باللون الموف، هخش باللون الثالث، هخلي غرزتين من الموف كده على الابرة، وهسحب اللون التالت بتاعي كده من الغرزتين اللي فضلوا على الإبرة من اللون الموف اهو، وهشد الخيط، وهبتدي ان انا ارتفع ثلاث سلاسل زي اكرر اللي عملته في السطور اللي فاتت. هرتفع ثلاث سلاسل، 1 2 3، وهدور الشغل، ومن نفس المكان اللي ارتفعت منه بالثلاث سلاسل هدخل واعمل عمودين تانيين. ادي العمود الاول والعمود الثاني، هرتفع بسلسلة، وهدخل في الفراغ اللي هيقابلني الاولاني ده، وهدخل واعمل تلات اعمدة، 1 2 3، ارتفع بسلسلة، وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل تلات اعمدة، عمود 2 3، سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي بعده وهعمل تلات أعمدة، 1 2 3، سلسلة، فراغ اللي بعده تلات أعمدة، سلسلة اللي بعده تلات أعمدة، سلسلة، والفراغ اللي بعده هكمل عمود 2 3، سلسلة، الفراغ اللي بعده 1 2 3، اللي بعده، سلسلة، ما انساش السلسلة اللي انا بعملها اللي ما بين التلات اعمدة والتلات اعمدة بالشكل ده. بنفس الطريقة برضو هدخل في الفراغ اللي بعده اللي هو مكون من سلسلة، وهعمل التلات أعمدة بتوعي، سلسلة، الفراغ اللي بعده هعمل التلات أعمدة، سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي مكون من تلات سلاسل اللي هو في الصدفة دي، وهعمل تلات أعمدة، تلات سلاسل، تلات أعمدة، 2 3، وهعمل 1 2 3، تلات سلاسل، وهدخل في نفس الفراغ وهعمل تلات أعمدة تانيين، بالشكل ده، وهكمل بقية الدور، وهرجع ارتفع تلات سلاسل، ارجع ارتفع تلات سلاسل، وادور الشغل واشتغل بنفس الطريقة، وهعمل برضو 6 سطور من اللون الاصفر، وهرجع لكم. كده انا اكتفيت بالطول ده، عملت 24 سطر. هبتدي اشوف السطر اللي بعده هنعمل ايه.
هنرتفع، هنخش كده في الثلاث سلاسل اللي هم كنت عاملاهم الارتفاع دول، هنخش هنا فيهم كده وهنعمل غرزة حشو، وهرتفع بواحد اتنين، وهاجي في نفس المكان وهعمل عمود تاني. هتنقل عند الثلاث سلاسل اللي بعدهم هنا. انا كنت بعمل ثلاث سلاسل ارتفاع في كل واحدة قبل ما ابدأها، فهاجي عند الثلاث سلاسل اللي في بعدها وبعمل عمودين. ادي العمود الاول، العمود التاني، وفي اللي بعدها الثلاث سلاسل اللي بعدهم اهم هعمل عمودين، واحد اتنين في نفس المكان. وبعد اللي بعدها الثلاث سلاسل اللي بعدها هعمل عمود اتنين، وفي اللي بعدها عند الثلاث سلاسل وهعمل عمودين، بعد كده اللي بعدها في الثلاث سلاسل كده بدخل في وسطهم وبعمل ادي عمود وادي العمود التاني، وفي اللي بعدها اهي عند الثلاث سلاسل هعمل ادي عمود العمود التاني، واللي بعدها في الثلاث سلاسل عمود التاني، اللي بعده عمودين، واحد اتنين، وبستمر بنفس الطريقة بعمل عمودين جوه السلاسل الارتفاع اللي انا كنت بعملها لحد نهاية السطر بتاعي. هكمل الدور وهرجع لكم. كده انا خلصت الدور اللي هو تأسيس عشان اطلع اعمل الرقبة. هنعمل ايه؟ هنجيب الطرف التاني من السكارف، وهنيجي عند السلسلة رقم ثلاثة اللي احنا سلاسل الارتفاع اللي احنا ارتفعناها، وهنيجي عند السلسلة التالتة وهنعمل غرزة حشو، وهنخش هنا وهنرتفع واحد اتنين تلاتة، وهعتبر التلات سلاسل دول بمثابة البريد الخلفي، وهبتدي اعمل العمود اللي بعده هعمله بريد امامي. هدخل كده وهرتفع بالعمود الامامي. نيجي للعمود اللي بعده هنعمل عمود خلفي. وطبعا احنا في فيديوهات سابقة قبل كده عملنا في الفيديوهات دي ازاي بنعمل العمود الامامي والعمود الخلفي. ده عمود امامي وهنا بعمل عمود خلفي. اللي بعده عمود امامي. واللي بعده عمود خلفي. امامي، واللي بعده عمود خلفي، وهستمر بالشكل ده، عمود امامي عمود خلفي داير ما يدور الكول، وهعمل عدد من السطور عشان اعمل بيهم الكول. فاعمل عدد من السطور وهرجع كده. عملت سطور بريد امامي وبريد خلفي، او عمود امامي وعمود خلفي، عملت سبع سطور، وعملت الشراشيب شرشوبة واحدة. ممكن تعمليها شراشيب من كل، تسيبي فراغ وتعملي فراغ على طول السكارف، او شرشوبة واحدة. انا عملت اكتفيت بشرشوبة واحدة. وكده انتهى السكارف بتاعي. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو النهاردة واستفدتي منه يا ريت ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله.